نحن بمحطة الترام مبدئيا، الوضع كثير سيء، العالم عم بتجرب تطلع من محطة الترام، أنا قاطع عم بتخانقوا على البواب، عم بنعاد مشهد الحرب العالمية الثانية اللي كنا نحضر على الموفي لنقعد نكون قاعدين ببيتنا عم ناكل بوب كورن ونحضره وعم نشوفه قدام عيوننا، والوضع كثير صعب. يعني بتمنى بس حدا يحكي فينا يقدر يعمل شيء، لأنه ما بقدر نتحمل، ما بقى في شيء الشخص يقدر يعمله إلا وعملناه، ما في حل، ما بقى في حل. يعني عم ننازع، صرنا من العشرة أيام، صار لي 48 ساعة بلا نوم، ما أنا قادرين ناكل، ليلي بالملجأ، ليلي برا، أربع سنين طلعنا درسنا فيهم هون، تعبنا فيهم هون، كبانيهم ورا ظهرنا، بس بدنا نطلع لأنه خلص نحن اليوم بدنا نعيش، نحن اليوم بدنا نضل طيبين. يعني لهالدرجة ما بقى سألين عن مستقبلنا، يا أخي اسألوا عنا، خذونا نزلونا. دخيلك يا رب، نحن وبالقطار تعرضنا لقصف قريب جدا جدا من القطار، لدرجة إنه رأينا كل شيء، ورجعنا نزلنا من القطار وهلأ نحن بملجأ. هدول شنات سفرنا نحن، هول اللبنانيين، هدول كافة الناس، أوكران، باقيين نحن اليوم بقلب مترو. القصف مش طبيعي، لدرجة إنه وقفوا القطار، لدرجة العالم قد منا كتير كانت على القطار صاروا يطلعوا عالم ويرجعوا يفتوا الناس من فوق، مثل اللي بتشوفوهم بالموفي، يعني مثل اللي بتشوفوهم بالموفي على الحقيقة. أنا أسا بحياتي مش شايف هيك. هلأ الفكرة لو رجعوا فتحوا سكة الحديد، ما قلنا قلب نطلع، لأنه اللي بده يقصف اليوم أكيد رح يقصف بعد ساعتين سكة حديد. يعني ما في أمل، ما في. يعني صراحة كنت اليوم في 5% 10% إنه أوصل على بلدي، صراحة هلأ تقريبا 1%. لو سمحتوا بطلب منكم السفارات العربية جميعا تطلب لنا هدنة 4-5 ساعات بس تنقدر تطير طيارة أو نطلع قطار على دولة قريبة. رجاءً الوضع جداً صعب، ما عم نقدر. يعني أنا اليوم لهلأ أنا من امبارحة بالليل ولا لقمة أكل، شربان يا درجة ربع عنينة مي، لأنه المحلات كمان مسكرة، العملة انقرضت، تصريف صعب جداً لتاخذ العملة تبعيتهم اللي هي الجريفنا لنروح نصرف. الوضع صعب جداً.